قصة فاول أنهت عقدة 15 سنة وكانت مقدمة لتحول مسار مواجهات مصر والمغرب في أمم إفريقيا. يوم 17 مارس 1986 وفي استاد القاهرة وقدام 95 ألف متفرج لعب منتخب مصر مع منتخب المغرب في نص نهائي كأس الأمم الإفريقية. ديربي عربي قوي ومفيش بديل لمصر غير الفوز في محاولة للتتويج باللقب الغايب من سنة 1959. ماتش حماسي بتواجد جيل مغربي ضم بدو الزاكي وعزيز بودربالة وكريمي والتيمومي، وفي الناحية التانية ضم بيبو وطاهر أبو زيد وجمال عبد الحميد ومجدي عبد الغني وشوقي غريب وطارق يحيى. خد جمال عبد الحميد فاول في الدقيقة 79 من على حدود منطقة الجزاء، وقف طاهر أبو زيد على الكورة وشاط كورة صاروخية علشان يجيب الفوز لمصر، وفي النهاية الفوز باللقب على حساب الكاميرون. الفوز ده كان مقدمة لاختلاف نتائج الفريقين في أمم إفريقيا. قبل البطولة دي كان الفوز للمغرب باكتساح، وبعد البطولة دي لعب المنتخبين 4 مرات كانت دايما سبب لاستمرار مصر في البطولة وتوديع المغرب ليها، سواء في 2017 أو 2021. وحتى رغم الخسارة في 98، لكن الخسارة حول مصر لطريق أسهل قادها للبطولة وودع المغرب البطولة. وفي 2006 رغم التعادل كان التأهل من نصيب مصر وخروج المغرب من دور المجموعات.